مخصصينها للجواب على أسئلة العديد من المواطنين فيما يخص الفاكهة والفرق بين أكلها كما هي أو أكلها على شكل عصير. سنبيل ياشي صباح النور. صباح الخير لسميرة وصباح الخير للسادة المستمعين ورمضان نتمنوا إن شاء الله يكون دايز بخير وعلى خير الله يتقبل الجميع إن شاء الله. إوا خلال يعني توجد لهذا رمضان أو خلال هذا الشهر ديال رمضان كنت تكلمتي لنا على الماكلة ديال الفاكهة دايوغ نصحتينا أننا ناكلوا الفاكهة مباشرة من بعد الفرق ديال الصيام بين بالماء والتمر نخليه واحد الفترة اللي ستكون جينيرالمون ديال الصلاة ونباشروا بأكل الفواكه. لكن كنت تتركز على أكل الفواكه كما هي يعني مركزا على الفرق ما بين أكل الفواكه كما هي وأكل الفواكه على شكل عصير. ففين تتجلى لك هذا الفرق هذا وبين نفهمه معك صح صح هو أن الأغلبية ديال الأحيان تنهضروا على الفاكهة وتنهضروا على كذلك عصير الفاكهة فهاد كاين هناك فرق ربما الناس يظنوا أن يشرب عصير فاكهة أو لكلا فاكهة هو نفس الشيء وهذا خطأ لأن شرب عصير فاكهة الفرق اللي كاين هو أن العصير تتمشي منه بعض المكونات اللي تتكون في الفاكهة وهاد المكونات خصوصا الألياف الغذائية وتنعرفوا ان الان بين المكونات الغذائيه اللي خالقه ضجه واللي حاولنا في علم التغذيه الكل تركز عليها هي هذه الالياف الغذائيه وان القوه الرئيسيه ديال الخضر وديال الفواكه بالاضافه للاملاح المعدنيه والفيتامينات كاينه كذلك في هذه الالياف الغذائيه فالالياف الغذائيه عندها دور كبير داخل الجسم ديال الانسان هي تساعد في إنقاص نسبة الكوليسترول تساعد كذلك في إنقاص نسبة السكر في الدم تساعد كذلك في التخلص من الشحوم الزائدة تساعد كذلك في الوقاية من أمراض سرطانية وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي تساعد كذلك في الوقاية من مشكل ديال القبض بالإضافة على أن الفواكه تحتوي على نسبة مهمة من الماء يعني ملي تنظروا على الفواكه بشكل عام لأن كاين هناك المجموعات الغذائية السبع كاين سبعة المجموعات الغذائية المجموعة الغذائية الأولى هي ديال اللحوم مجموعة البروتينات المجموعة الثانية هي مجموعة الكالسيوم اللي فيها الحليب والمشتقات ديالو المجموعة الثالثة كاين هناك مجموعة ديال الدهنيات اللي فيها الزيوت إلى آخره المجموعة الرابعة كاين هناك مجموعة ديال النشويات المجموعة الخامسة كاين هناك مجموعة ديال الخضر والفواكه اللي تتمتاز بالفيتامينات والأملاح المعدنية وعاد كاين هناك مجموعة ديال السكريات ومجموعة ديال الماء فعلاش ذكرت هذا الشيء لأن هناك كل مجموعة عندها واحد الاختصاص ديالها المجموعة ديال الخضر والفواكه تتمتاز على أنها تحتوي على نسب مهمة من الفيتامينات ومن الأملاح المعدنية هاد الأملاح المعدنية وهاد الفيتامينات بطبيعة الحال عندها بعض الخصائص ديالها وكل فاكهة فيها ملح معدني خاص بها وفيتامين خاص بها نقدروا نلقاو جوج ولا ثلاثة كيف كيف ولكن كاين هناك اختلاف بين الفواكه فالفاكهة ملي تنتناول الفاكهة تنجيب الجسم ديالي نسبة من الفيتامينات نسبة من الأملاح المعدنية نسبة مهمة من الماء ونسبة مهمة من الألياف الغذائية ولكن ملي تنمشي وتنحول هذيك الفاكهة إلى عصير وهنا خصنا نعرف بأن الفاكهة كذلك تحتوي على السكريات ديالها يعني جميع الفواكه تحتوي على السكريات اللي هو سكر الفواكه وبالتالي فاحنا عندما يتم تناول الفواكه لا يتم إضافة السكر إلى الفواكه ناخذ تفاحة ما تنضيفش ليها سكر ناخذ اللح ما تنضيفش ليه السكر يعني ليش لانه هو اصلا يحتوي على السكر ديالو هو اللي فيه المشكل اللي كاين هو ان ملي تنجيو العصير اشنو تندير اولا كاين المشكل ديال الكميه لان نقدر نتناول تفاحه هكاك ولكن الا عصرتها راه ما غنقدرش نتناول تفاحه بوحدها اولا ليمونه مثلا نقدر نتناول ليمونه ولكن باش نشرب كاس ديال الليمون راه خصني واحد ربعه ولا خمسه ديال الليمونات باش يعطوني كاس وبالتالي فالليمونه وحده نقدر نتناولها باش نعصرها ونتناول ونشبع ولكن باش نعصرها ونشرب ليمونه واحده معصره راه ما يمكنش وبالتالي فتنجيب كميه كبيره من الفواكه باش تعطيني عصير وهذه تقدر تكون نقطه ايجابيه تقدر تكون نقطه سلبيه علاش؟ نقطه ايجابيه لانني غادي نجيب املاح معدنيه وفيتامينات وتقدر تكون نقطه سلبيه لانني غنجيب كميه كبيره من السكريات هذه النقطه الاولى الفرق فين كاين؟ النقطه الثانيه الفرق كاين كذلك في الالياف الغذائيه فمنين تنطحن الفاكهه وتندير عصير فواكه ما تيبقاش عندي الالياف الغذائيه يعني تنهرسهم ما تيبقاش عندهم نفس الدور ولكن تنبقاو محافظين على الفيتامينات والمكونات كاينين بطبيعه الحال الا تشرب العصير في وقيته
وبدون سكر خصوصا بالنسبه للفيتامينات. يعني تيبقاو الفيتامينات تيبقاو حاضرين الا ما خليناش انه مده طويله. حيت الليمونه مثلا ناخذ مثال الليمون لانه هو اللي ولا التلاح والبطيخ. فالليمون هو عنده قشره ديالو على برا اللي تتحافظ على المكونات الغذائيه اللي كاينه لداخل من التاكسد. وبالتالي فنقدر نحافظ على ليمونه 3 ايام 4 ايام هي اللي محافظ عليها. ولكن ما نقدرش نحافظ على عصير ليمون غير 10 السوايع، راه غتمشي كميه كبيره ونسبه كبيره مهمه من 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 الفيتامينات. وبالتالي هذوك الناس اللي تيشرو عصير ليمون من الزنقه وتيدو معاهم تيشرو مع الصباح تيفقدوا نسبه مهمه من الفيتامينات في هذاك العصير، ربما يحتفظون بالسكر ديال العصير ديال ديالو ديال الليمون تيبقى. فهاد النقطة اللي كاينة ديال الألياف الغذائية ما تتبقاش عندنا في الفواكه، وبالتالي تنفقدوا في العصير، وبالتالي تنفقدوا هذيك القيمة الغذائية اللي حنا باغينها من الفواكه اللي هي مهمة بالنسبة للجهاز الهضمي، اللي هي تتهبط الكوليسترول، لأنها تتهبط مثلا تتقي مشكل القبض إلى آخره. كاين نقطة أخرى، هو غالب الأحيان عندما يتم استعمال العصير ديال الفواكه ماذا يقع؟ يتم إضافة سكر. إضافة السكر إلى عصير فواكه يفقده المزايا أو الأهداف دياله، وهنا النقطة الخاطئة اللي كاينة. لأن تناول الفاكهة نقدر نتناول الفاكهة بدون ما نتناول بلا إضافة السكر، ولكن أغلب الأحيان عندما تنعصروا الفواكه تنزلوا في السكر. ونعطيك مثال بسيط جدا، تفاحة خضراء زعما ماشي عصير هكاك ما تنضيفوش ليها سكر، وتتجينا لذيذة هي هذيك. كاس الحليب بارد ما تنضيفوش ليه سكر. ملي تنخلطهم بجوج كعصير تيخصنا نضيفوا السكر. علاش؟ يعني ربما تعودنا عليها ديما تنتكلموا على التربية الغذائية. لافوكا لافوكا في الشلاضة تنديروها بلا سكر. ودابا حنا فات فينا الفوت، حنا كبرنا. لا مازال. المهم تنقدروا نعوضوا هذا السكر. أنا بديت نديرها أستاذ نبيل عياشي بالتمرة ولا الزبيب. بحال دابا كما قلت واحد المرة في عصير ديال البربة. نعم. تنسلق معها التمر والزبيب يعني، وتنستفد من هذا الماء ديال البربة وديال ديال التمر. نعم. ولكن بالنسبه للاطفال الصغار ديالنا تنربيهم على هذاك المذاق ديال الفاكهه وديال الحليب. هذه نقطه بدون مهمه، بدون سكر. هذه نقطه مهمه ديال التربيه ديال المذاق، وربما خصها حلقه بوحدها لان المشكل. لكن شي حوايج سي نبيل عياشي غتفق معايا، العصير ديالهم خصو مول بدا السكر. علاش؟ الحامض. كيفاش غدير لي الحامض؟ زيدي لي الماء، زيدي لي الماء. راه بالماء خاصك تزيد لي السكر. ماشي مشكلة. لا لا لا، الله يسامحك. هذه هي الوصفة اليوم، بغيتك تعطيني الفلفل. ماشي مشكل. لا شوف، بالنسبة هو بالنسبة للسكر ولا بالنسبة للملحة، حنا ماشي تنقولوا الناس يحيدوا في مرة، غير يقلوا. لأن الإكثار راه ولينا حيت السكر ولا باختو. راه ولينا تندخلوا كميات كبيرة، أكثر من 40 كيلو في العام للشخص. بزاف بزاف. أكثر من 40 كيلو للشخص في العام. لا لا بزاف. راه بزاف، عرفتي شحال فيها من قالب وشحال فيها من كرتونه وشحال فيها من بواطه، فكميات كبيره. فعلا الا قللنا نقلوا ما امكن من نسبه السكريات، وبالتالي فالنهار اللي غندير مثلا هذيك المعلقه ديال السكر في عصير ديال الحامض ولا هذا ماشي مشكل. ولكن غير مثلا التفاح بالحليب خصني نضيف السكر، لافوكا بالحليب خصني نضيف السكر، الخيزو هذاك الليمون خصني نضيف السكر. وكيلي تيضيف السكر تيولي تيشرب السكر ماشي تيشرب المذاق ديال هذاك الغذاء. صحيح، بحال دابا حنا ولفنا الخيزو بالليمون بالسكر. علاش؟ هو اصلا هما غذائين يحتويان على نفس الكميه، على فيه يحتوي على نسبه مهمه من السكريات. خيزو فيه السكر ديالو والليمون فيه السكر ديالو. كنتي جربت معاهم التمر ما جاش. خذيهم بوحدهم. شي لافوكا، لافوكا والله العظيم الا مذاق رائع ديال لافوكا بالحليب بلا سكر. لا لافوكا نقدروا ندير معها التمر تجي زوينه بوحدها بوحديتها. شوف خصنا نتذوقوا المذاق الحقيقي للخضره او للفاكهه باش نرجعوا نرجعوا للعصائر. نعم. فقلت بان هاد العصائر اللي تنديروا تنفقدوا هاد الكميه الالياف الغذائيه، هي الفرق اللي كاين ما بين الفاكهه وعصير الفاكهه. والنقطه اخرى كذلك اللي كاينه سلبيه هي اضافه السكر. الوغ هنا بغيت نشيل واحد المساله، هذا ما تيعنيش على ان العصائر لا فائده فيها، لا. هذا شنو تيعني؟ تيعني هو انني يمكنني نعوض العصير بالفاكهه، ولكن ما يمكنليش نعوض الفاكهه بالعصير. يعني ان يوميا خاص تكون عندي كميه ديال الفواكه ما مطحوناش، ولكن ماشي يوميا يكون عندي العصير على حساب الفاكهه. يعني حتى الا كان عندي كاس ديال العصير مثلا ما يكونش على حساب الفاكهه، نشرب كاس ديال العصير ومثلا لا غد ليه غنرجع للعاده ديالي اللي هي الفواكه. اما باش حيت اللي تنلاحظوا في رمضان هو الناس يكثروا من شرب العصائر وتيبتعدوا على التناول ديال الفواكه، وشرب كميات كبيره من العصائر شنو المشكل ديالو؟ هو اننا تنعمروا الجسم ديالنا ولا المعده ديالنا بالسوائل، وهذا من بعد تيقدر ياثر
على عمليه الهضم، لان تندخلوا كميه ديال السوائل بشكل كبير. راه كاين اللي تيشرب حتى نص سيترو في النهار ديال العصير، راه جوج كيسان كبار هما نص سيترو، كاس واحد فيه 250 مليلتر 250 مليلتر رابعه. فالشرب نص سيترو ديال العصير انا افضل تناوله كفواكه، يعني نتناول مثلا غنتناول شويه ديال الدلاح، شويه ديال البطيخ، شويه ديال الكرموس، تفاحه ولا ليمونه، اللي كان داكشي اللي مكتب سيدي ربي اللي موجود اللي حاضر. علاش؟ بهذه الطريقه هذه تنجيب الجسم ديالي اولا الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، الالياف الغذائيه والسكريات الطبيعيه وبدون اضافه سكر، وبالتالي فمن وبالاضافه الى الماء. الماء اللي كاين في الفواكه تنعرفوا بان الدلاح فيه الماء، البطيخ فيه الماء، السويله فيها الماء، الخوخ فيه الماء، الشاديه فيها الماء الى اخره، الليمون كذلك فيه الماء، يعني جميع الفواكه فيها الماء. فهاد الاغذيه اللي فيها الماء اللي تندخلوها للجسم ديالنا فتعتبر من بين الفواكه اللي تتسد الاحتياجات ديالنا من الماء. واخا استاذ الفواكه تنتناولوها نيئه، واش حنا تنديروا الحلويات تنديرهم في البيوت ديالنا، واش اضافه الفواكه لها شيء مضر ولا لا؟ حلويات بالفواكه؟ لا بالعكس ماشي مضر، ربما غادي نفقدوا بعض المكونات، لان خصنا نعرفوا ان الفيتامينات اللي تري سونسيبل يعني حساسه بزاف، ولكن من اجل اضافه النكهه ولا اضافه يعني بعض النسمه ولا هذا ماشي مشكل، غير هو ما يكونش على حساب الفاكهه. يعني اللي بغيت نقول الخلاصه ديال هذه الحلقه اليوم اللي بغينا نقوله هو ان الفواكه دائما تكون حاضره، يعني ماشي ندير الفواكه مثلا غندير بها واحد الاكله واحد نحضر بها شي حاجه ونقول صافي هذه غتعوض استهلاك الفواكه. لا 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 ماشي على حساب الاكل الفواكه، ولكن ماشي مشكل باش نسم بها طبيعه الحال. واضح. اليوم غادي نعطيكم عصير ديال الحامض اللي تكلمنا عليه قبيله، هو في الحقيقه منعش جدا خصوصا في رمضان وفصل الصيف. تماما، الناس اللي ما تيقدروش على المناضه. نعم طوم ميو نصوبوا عصير الحامض على شكل موخيتو، يعني بدون كحول طبعا. اذا عصير الحامض ناخذ مثلا جوج حامضات، تناخذ العصير ديال جوج حامضات وتنستعملوا تفل وجلوف ديال حامضه وحده، يعني النصف ديال المقدار. دائما خديتوا جوج حامضات ناخذوا تفلوا القشور ديال الحامضه وحده، الربعه العصير ديال ربعه الحامضات معهم تفل والقشور ديال جوج حامضات ديال نصف ديال الكميه. دونك غنمشيو على جوج ديال الحامضات، عصير ديال جوج حامضات معاهم قشور وتفل ديال حامضه وحده، كلشي نديروه في الخلاط الكهربائي، نزيدو عليهم ربعات الوريقه ديال النعناع، الكميه الكافيه من السكر، لان اصلا هذا المشروب ما خاصوش يكون، تتعرف الحامض اكيد تنسكروه تنحليوه، ولكن ما خاصش يكون السكر غالب على الحامض، خاص تبقى هذيك المروره النسمه والحموضه والمروره ديال الجلوف. دونك السر في هذه الوصفه هذه، وغتفاهموا معايا وغتفقوا معايا الا لاحظتوا بان في كل متاجر على برا تتلقاو بان السيرو ديال الحامض تيكون غابر، تلقى السيرو ديال الكغناد ديال لا كغناد ديال النعناع موجودين، ديال الحامض راه تيكون غابر. علاش؟ لان لي تريتور تيستعملوه بزاف. فهادي السر ديال لي تريتور غادي نعطيه لكم، خذوا هذاك السيرو ديال الحامض فاش تلقاوه استعملوا منه واحد الكاس صغير، زيدوا على هذا الخليط ديال جوج الحامضات، عصير جوج حامضات، قشور وتفل ديال حامضه وحده، ربعات الوريقه النعناع، شويه السكر، وهذا الكاس صغير ديال السيرو ديال الحامض، تنطحنوا لكل شيء، تنخليوه يبرد بحال هكا بهذا الشيء، كل المكونات كامله يبرد مزيان. ضروري بان هذا العصير خاصو يبرد مزيان، تيبرد مزيان مدة واحد ربعة سوايع، تنصفيوه، طبعا تنزيدو مقدار كبير من الماء، نسيت هذه ما قلتهاش، مقدار كبير بحال دابا جوج الحامضات تنديرو فيها شي إيترو ونص إيترو ونص الماء. دونك تنخليو هاد إيترو ونص الماء مع هاد المكونات مطحونين كلهم لمدة شي ربعة سوايع في الثلاجة، من بعد تنصفيوها. لذيذ جدا، ردوا عليا الخبر في كل وتمعن. شكرا لك سي نبيل على هذه الوصفه. العفو سيدي، هذه خاصك تجربها ان شاء الله. وانا من عشاق الحامض. غادي تشكرني عليها هذه الوصفه، هذه جديده بزاف، راه الضيوف ديالي دائما تنديرها لهم وتيشكروها بزاف. فشكرا على حسن تتبع الوفاء ديالكم لكل وتمعن.